وفي محافظة القليوبية قام المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية بجولة ميدانية لليوم الثالث على التوالي لمتابعة التزام السائقين بالتسعيرة المقررة الجديدة مع انتظام المدارس والجامعات وتحرك المواطنين إلى أماكن عملهم. وقام المحافظ بتفقد موقف بنها العمومي للتأكد من مدى التزام السائقين بتطبيق أسعار المواصلات المقررة والاستماع لشكاوى المواطنين وحلها على أرض الواقع، وذلك بعد تحريك أسعار المحروقات نهاية الأسبوع الماضي. هذا وتابع المحافظ جولته بتفقد موقف السيارات والخطوط الموجودة بداخله ما بين الخطوط الداخلية والخارجية، من بينها موقف العاشر والعبور وقوسنا وشبين الكوم. وقد تحدث المحافظ مع السائقين مشددا على ضرورة الالتزام بالتعريفة المحددة والتي وضعتها المحافظة.